لازم يكون عندي اول شيء اوبجكتيف فانكشن، لازم اقرر شو الاوبجكتيف فانكشن. واللي هم 8 اوبجكتيف فانكشنز او كومبينيشنز. هلا بدي كمان بدي طريقه احسب الاوبجكتيف فانكشن اذا طلعت حل معين الحساب، فبحتاج عاده موديل. يعني لو بدنا نقارن هذا بالكنترول مثلا، مش انا بالكنترول ممكن اطلع استراتيجيه للكنترول اتحكم بالسيستم، مش هيك؟ اذا بدي افحص هاي الاستراتيجيه قبل ما اروح على البلانت نفسها، مش لازم يكون في عندي طريقه اطبق هاي الافشنسي واشوف انه الموديل هذا بيطلع رقم صحيح ولا ما بيطلع رقم صحيح؟ فعندي بقدر ادخل هاي الاستراتيجيه على الموديل واشوف انه الرقم اللي بعطيني اياه. واخر شيء بدنا اوبتمايزيشن تول. اللي هي مثلا جينيتيك الى اخر الطرق الثانيه الموجوده، ممكن استعملها حتى اعمل اوبتمايزيشن واطلع الاحسن. جينيتيك نيورال نتوركس شيء زي هيك مثلا، احد الطرق اللي موجوده المختلفه اللي بعمل فيها سيرش تكنيكس، ممكن استعمل هون سيرش تكنيكس، راندوم سيرش تكنيكس، ممكن استعمل شيء اسمه سيميليتد انيلينج الى اخره. في طرق كثيره رح ناخذ فكره عنها، رح احكي عن بعض افكار بعض الاوبتمايزيشن تولز اللي موجوده. اذا لازم يكون عندي هدول الثلاث اشياء، لازم يكون